انت النهارده جاي تكلمني عن ايه؟ عشان انا عارف ان انت عمال يعني كنت عايز تعمل الحلقه دي جدا، قلت لي تعالى وانا مش فاهم اي حاجه. يعني انا كنت بس ما كنتش بسمع مروان موسى قبل كيجي تقريبا. هل دي قبل ولا بعد؟ دي قبل. ماشي، سلسله الشهور. الشهور بالظبط. اوكي، اشرح لي ايه واتس سبيشال، يعني ايه المميز في الموضوع. اوكي، السلسله دي بدات بإي بي شبابيك شهر 2، ده نزل على الساوند كلاود. انا بكتب حلقه جديده من ربنا هنتكلم النهارده عن سلسله الشهور بتاع مروان موسى. السلسله دي بدات في يوم 14 فبراير اللي هو الفالنتاين سنه 2019 بإي بي شهر 2 شبابيك شهر 2. هو عباره عن تراك شبابيك وتراك شهر 2. التراكين بيتكلموا عن ليهم طبع الرومانسي باين من الارت وورك، القلب نصه احمر ونصه ازرق ومتداخل فيه الازرق مع الاحمر وكده، والاثنين محطوط فيهم نفس الحته بتاعت عمرو دياب في انترفيو في اول التراك هنسمعها دلوقتي مع بعض، وهي ليها معنى جوه. التراك كان بيستخدم انترفيوز عمرو دياب في كمل. بس ف الموضوع فيه ديتيلز كتير، بس الفكره ان الناس لما بتتكلم عن سلسله الشهور بتقول شهر 2 شهر 12 ومؤخرا شهر 5. انت جاي النهارده تحط عليهم بقى؟ انا جاي يعني ادي تراك شبابيك وشهر 2 حقهم، لان هم اتظلموا قوي مقارنه بشهر 12، لان شهر 12 كانت حاجه توب يعني. أوكي. كانت عاليه جدا. شهر 12 اكتر تراك تقريبا الناس اتكلمت عنه، ومع ذلك هو مش واخد حقه في الفيوز خالص بسبب مشكله في الكوبي رايتس تقريبا، ان هو اتمسح وبعدين رجع تاني، مع ان هو كان جايب فيوز حلوه جدا في الاول. مش عارف ليه مروان موسى يعني كان عنده مشكله في الحته دي، حتى في كليب نهايه العالم لما اتمسح ونزل تاني برده، فالحاجات دي خسرته كتير. بس تراك شهر 12 عموما من التراكات المحبوبه جدا. خلينا نتكلم بقى في الاول عن التراك اللي محدش بص عليه وهو شبابيك. اوكي، فعلا المفروض ان الموضوع بتاع الشهور ده بيبدا في شبابيك اصلا. هو مش بيبدا في شبابيك، هو شبابيك مربوط بالموضوع، وهو تراك حلو فانا حبيت اتكلم عنه. بس هو برضه في نفس القالب او في نفس الفورمات او في نفس الاسلوب. طب عندي حاجه كبيره، الكلمه دي نفسها في حد ذاتها. اللي مش عاجباك دي كانت في مروان كان بيستخدمها كتير كميلودي للبيتس بتاعته في تركات كتير. فيري ميلوديك. مش بالشكل ده بس، كان okay. بيبقى ليها كذا شكل، بس عموما كان بيستخدم صوته ان هو ميلودي. منهم تراك ماسبيرو، وتراك ماسبيرو هيبقى ليه حلقه. الجمله اللي عمرو دياب قالها، قال لك الكلمه دي حاجه كبيره في حد ذاتها، هي مسؤوليه وحاجه كبيره مش سهله، واللي هي نسبه كبيره كلمه بحبك يعني، او الاعتراف بالحب. وده يعني هتلاقيها موجوده في التراك ده، وهتلاقيها موجوده في شهر 2. مش مكمله معانا، بس يعني هي كانت من الحاجات الطابع او ستامب للاي بي ده. اتكعبلت ووقعت، تعبت من اللعب، ربت ورد. رايق قوي، اي لايك، وعجبني البيانو وعجبني المود اللي هو الناجم. اي لايك. الفكره ان انت التراك حرفيا مقسوم جزئين. الفيرس الاول بيقول فيه حاجات وبيقول فيه ليركس وبيحكي فيه ستوري، والفيرس الثاني بيشقلب الستوري دي تماما للجانب الثاني. سكتي كلها مطبط، وغير رايي في لحظات. مين مستفيد محتاج شبابي؟ فكره ان هو ما تستهلنيش ما بتسمعيش، بنقفل وبنفتح ولا مش بنعيش. احنا ماشيين في لوب في سيركل، بنبقى كويسين وبعدين بنسيب بعض، وبعدين انت مش بتديني الانرجي المفروض تديهاني، وبعدين مش عايز اكمل خلاص. افتح مخنوق، بفتح واشوط، لا مش مخطوط، كله مردود، ما كانش المفروض. البار ده مهم جدا، مع الوقت كله هيبان. تراك شبابيك بيتكلم بنسبه كبيره عن الوقت، الوقت اللي ضاع مننا في كلام فارغ، وده برضو هيروح معانا لتركات تانية. وفكرة ان مع الوقت هيبان مين فينا اللي كان السبب في المشاكل اللي ادت للانفصال. الفكرة اللي بتميز الاي بي ده قوي ان هو المفروض ان هو عن نازل في عيد الحب، وان هو لاف ستوري وكل حاجة، ولكن هو اصلا كل اللي بيحكيه هو مرحلة البريك اب.
مرحله الانفصال اللي هي بعد ما العلاقه خلصت. او تقدر تقول ان الاي بي بتاع مروان موسى كان على سكيل صغير اللي هو تراكين ابيو خدوا سكيل اوسع شويه 7 تراكات بالظبط. ازرق عجلت حب لا تلت عزلت وعزلت في الاخر. نرجع تاني لفكره الوقت ان هو في اول التراك قال لك اكتب لي سعر للوقت اللي انا مش لاقيه ومع الوقت كل ده بان. دلوقتي بيقول لك عزلت وعزلت في الاخر زعلت على الوقت اللي انا مش لاقيه. ان هو الوقت دايما ضايع منه، الوقت دايما هي الحلقه المفقوده. هو عموما مروان موسى بيحب قوي البازلز في الموضوع، يعني هو سواء بيلعب مع الوقت او البوصله والاتجاهات يعني بيحاول يعمل حاجه دايما. انزمه الموضوع ده عارف شويه من قلبي بصب وطولت في الغطس بمنتج واقص. طب ليه ما بتسقطش؟ فاول فيرس كان بيقول لك ببرودي بصد اسلوبي بيخد، انت فاكره اني هقدر اسيب وجودي بدونك مستحيل. وكان بيتكلم برتم هادي وشويه هنا بدا رتمه ينفعل شويه. انت هو انت فعلا فاكراني هسيب؟ ما استوعبتيش الموقف اكيد. هو انا عاجبني التناقض عموما بتاع ان هو نوعا ما قال كلامه كانه يعنيه قوي وبعد كده اللي هو لا انا انت فاكره ان انا هعمل الكلام ده فعلا؟ رجع يرجع في كلامه بالظبط. بالظبط هو اصلا في معظم التراك هو مشوش زي ما تقول كده تايه، هو مش عارف يعمل كذا ولا يعمل كذا، بيتكعبل ويقع ويهرب ويرجع. نيجي هنا للحته اللي انا بعشقها في التراك على فكره. سكتي كلها مطبط غيرتي رايك في خلال لحظات. في الاول سكتك كلها مطبات غيرت رايي في خلال لحظات، مش عايز اكمل خلاص. دلوقتي بقت سكتي كلها مطبات وانت اللي غيرت رايك في خلال لحظات ومش عايزه تكملي خلاص. حتى هو استخدم نفس الجمله بس تحس ان هو حط فاصله في النص غير معناها. بالظبط بالظبط فاهمني. وخلاص ما استاهل كيش ما بسمع كيش. هنلت وهنعيد خلاص على الحديد مين مستفيد محتاجين شبابيك افتح. في جلد ذات شويه قوي اللي هو ما كانش المفروض تديني فرصه. لان هو في الاول التراك قال لها ما كانش المفروض اديكي فرصه كمان. تفتكر للحظه في حاجات بتتعمل في الاغاني العربي؟ اعتقد ان انا غالبا مش صح بس اللي هو ساعات في الاغاني العربي بيتكلموا عن الحبيب بصيغه المذكر تمام عشان الشعر، فهل دي ممكن تكون هي بترد عليه؟ هيودي التراك كله في حته ثانيه. مش عارف بس ماشي دي بس انا حاسس ان هو فكره هي هتبقى احلى بكتير فعلا ان هو بيناقض نفسه بكل سلاسه كده. عجباني جدا. لو تاخد بالك في حاجه كمان في الفيرس الاول كان بيقول افتح مخنوق بفتح وشوط ومين مستفيد محتاج شبابيك. في الفيرس الثاني كان بيتكلم صيغه الجمع نفتح ونشوط محتاجين شبابيك، كان العلاقه بعد ما كانت بتضايقه هو بس خلاص بقت بتضغط عليهم هما الاثنين وهنا حصل الانفصال. لا عجبني جدا ومش بتتعمل صح. حته التناقض دي مش بتتعمل كتير ولا بتتعمل بالسلاسه دي بصراحه. عجبني جدا التراك ده مظلوم جدا. بس نيجي بقى للبوب الكبير برد الضبع. اوكي تراك برد الضبع ومروان موسى. اوكي شهر 2 ده بقى حكايته حكايه حرفيا. اوكي التراك لو تسمع انا هسمعك بس اول 5 ثواني من البيت. الفايب اللي جالك. اوكي لا احنا رايحين في حته يعني حلوة. روشة يس. الليركس مفيش فيها بار واحد كل البارات فيها شرايين. زي اغنيه بامب اب كيكس بتاعت فوستر ذا بيبل لو تعرفها. الاغنيه ترقص قوي بس الليركس في حته ضياع يعني عارف شهر 12 اثرت في الناس لان الليركس كانت غامقه والتراك كان غامق والكليب كان غامق وكان بيحكي الستوري. هنا هو بيحكي الستوري في مرحله اوحش من اللي هو فيها ومع ذلك البيت عمال يرقص وهو اداؤه يعني مش متضايق حتى وهو بيغني وانت مش حاسس ان التراك مشوش وانت هتحس ده واحنا مكملين. نفسي بس في حاجه جديده تصحيني من النوم بضحكه عقلي ضايع في غابه بعيده. تاني بفكر في سيناريوهات وانا قاعد لوحدي في اوضه. الاوضه الضلمه او الاوضه الغامقه اللي هو يعني راحت بيها في شهر 12 وفي شهر 5 وفاهم؟ لسه هيجي هيكمل فيها قدام كتير ومعظم العناصر اللي كانت اساسيه في القصه في شهر 12 هي كلها بدات من هنا. من شهر 2 عجباني اصلا الحركه اللي هو بيعملها ان يا اما بيبقى في دماغه اوريدي العناصر اللي هتكمل قدام يا اما بيكتب التراك بالعكس. يعني التراك اللي فات اللي هو النهايه بتاعته لازم تبقى عارفها وانت بتبدا. حاسس ان هو كتب الكلمات الحزينه دي
وبعد كده قعد هو وضبع احلى تحيه لهم بس قعد هو وضبع راحوا مطلعين بيت تروش وقال انا هغني عليه كده مش عارف ايه بس ده مينينج السواد لسه موجود جوه كمان اسمع البريدج بيقول لك خايف اطلع الشوكه من الجرح بتاع زمان ولاست اوردر مخي هيقفلوه صوتي رايح مني وهيمسكوه في شوك ومخه مش قادر يفكر والزور يعني وصوته اللي هو في الم نفسي كبير مسبب له الم جسدي اصلا وهو خايف ان هو يواجه كل ده اصلا تزعل وتخبي في وشها تعبيرات سهم كان راشق بس ما عاده فات بمشي في الضلمة ومش عايز اتوه حلو فشخ البار بتاع السهم كان راشق بس ما عاده فات لو معناها اللي هو انا حبيتك بعد فوات الاوان او بعد ما البار خلص نكد قوي نكد قوي عارف نوعا ما في ناس اول ما يعني ما بيخسروا بعض بيبداوا يقدروا قيمه بقى اللي هو مش هتعرف قيمتي غير لما عارف لما اضيع منك خلاص وسط الزحمه اشوف عينك واعرف سرحانه فين محدش كان فاهم دماغي قدك لو احنا الاثنين كان في بيننا تفاهم اللي هو انا بشوف عينك بس بعرف انت مركزه في ايه وانت اللي كنت فاهمه دماغي لو اللي بيننا كان عادي كان زماني نسيت بس محدش اداني الاحساس ده قبلك اكتر مره تقريبا مروان موسى عبر فيها عن قد ايه الموضوع ده كان مؤثر فيه بشكل صادق في كل التراكات بالنسبه لي يعني مع ان التراكات التانيه كانت يعني بكتير اغمى بكتير عليهم ولا بلاك رسائل قديمه منوره ليلتي ازود عليهم ولا بلاش مفيش اجابه التشبيه صايع جدا هو قال لك رسائل قديمه منوره ليلتي اللي هو قاعد في الليل في حته ضلمه بيتفرج على الرسائل القديمه فالشاشه بتاعت الموبايل عامله نور فازود عليهم ولا بلاش اللي هو ابعت لها تاني ولا كفايه كده مفيش اجابه على اسئلتي لان مفيش حد اساله انا لوحدي ومستني بكره لسه ما جاش لان هو مش عارف ينام بالظبط بالظبط اكسبريسيف قوي هو احنا بجد عشان نشوف كمية غمادنا رحنا يعني عارف ماسكين الكلمات كده رحنا سحبينها من المزيكا عشان طول ما انت بتسمع الكلام ده عن المزيكا يعني انت مش هتركز في قد ايه الموضوع غامق عشان كده شهر 12 وصل بكمان الكليب الرائع اللي كان معمول له كان مدخلك في المود هنا مروان ما كانش عايز يحطك في المود ده قوي قد ما كان عايز يسمعك تراك حلو في نفس الوقت يعبر فيه عن نفسه بالظبط على فكره حتى مثلا اغاني مشهوره زي Astronaut in the Ocean الليركس بتاعتها قذرة فاهم؟ جدا بس هي الفايب بتاعها بس هي الفايب بتاعها كيوت بقى وكلنا بنرقص عليها ومش عارف ايه بس اقرا الليركس اللي هو انت بتحس بايه لما بتبقى بتتدحرج حتة غامقة جدا في المحيط فاهم؟ نفسي بس في حاجة جديدة يمكن الاقي في السوق الحرة عادي ان انا لسه مش ناسيها فكرة ان انا لسه مش ناسيها مشكلة ان الفكرة مش الموجة لو انا عارف ان مش سهل ان انا اجيت اوفر الحوار بس الفكرة ان انا مش فاكر هي ايه الوحش اللي عملته فيا انا بس فاكر الحلو وعايز ارجع له البار ده بيفكرني قوي باغنية يومين وليلة بتاعت جدل لما بيقول حتى عيوبها بتحليها بس هو التاني كان قلعن من ده اللي هو ده يعني ده على الاقل بيتغاضى عن المر فاهم وبيركز مع الحلو ويمكن من هنا طالع اللقطه بتاعت ان المزيكا حلوه المزيكا فاهم حلو هو. اللي هو انا كده كده مش مركز مع المر عشان كده الدنيا حلوه بس هي موهر يعني انا عارف ان في زباله في يومين وليله كان بيتكلم في ان هو حتى الحاجات القذره بتخليه يحبها زياده ودي حاجه مزوخيه جدا مش ناسيها المشكلة اني فاكر الحلوة مش المرة واضح ان انا بس اللي مطبق بين ارهاق وحزن بقيتان على رقبتي الشمال ايه؟ على كتف الشمال مستغرب لو نفسه مستغرب انت عملت ايه؟ الصور قديمة عاملة لي صدمة اللي هو احنا ازاي كنا هنا اللي هو شطان نفسه مستغرب ازاي؟ فاهم؟ عودوني اه لو الكلام يقضي عودوني ايوه بتتعمل ايه عودوني عينيك احبك عودوني انا سليم لحسن حظي بس في حاجه تشبه المغص في بطني مسجلها على الموبايل نون وصوره سر هو الفكره كلها في الكام شهر دول بالظبط اللي هو من شهر 2 لشهر 12 وبعدين لشهر 5 فاهمني ف
وبعدين قبلها بيقول مسجلها على الموبايل مون غالبا ده كان اسمها يعني. والصوره سرحت فيها وعملت زوم معاها بغرق مش بعوم، لو انا عماله انزل مش عارف ارجع. لا وعاجبني قوي ان معاها بغرق مش معوم، اللي هو انا في العادي بعوم انما معاها بالظبط معاها مش ما بعرفش امسك نفسي. نفسي بس في حاجه جديده، بصص على السما من النيله كانت في عمري ما هسيبك. حلوه الصوره بتاعت باصص على السما من النجيله، بيوريك اللي تحت واللي فوقيه في نفس الوقت، ولقطه بابلو جدا بصراحه. اه صح بس الصوره كانت الصوره حلوه قوي، ان انا يعني هو قال لك ان هو نايم في الجنينه على ظهره وفوقيه السما مفتوحه كده باصص على السما من النجيله، عجبتني اللي هو هو مستلقي على الارض. اه بالظبط، هو رسم الصوره كامله بكلمتين ثلاثه يعني. صور قديمه زي لوح بيكاسو. لا بابلو بابلو لا بنهزر يمكن يبقى في نايس قريب بس بنهزر. لوح بيكاسو اللي كانت في تراك شهر 12 لما قال كانت جايبالي من السفر لوحتين بيكاسو برواز اسود، طب لو رجعت لها اللوح هتكون غريبه مش عايز اعلقهم. هما ناشرين غسيل بعض عموما، احنا عرفنا كل حاجه، احنا عرفنا مقاسات البراويز. شهر اتنين اتقابلنا حكايه انتهت بكلمه، صورتها ورا جفني بتلزق من الاوضه الغامقه لسه صوت كلامها بينده. الاوضه الغامقه اللي هي برضو كانت في شهر 12. لو هو عارف ان هو لسه هيكتب شهر 5 وشهر 12 وبيقول ان صوتها من الاوضه الغامقه بينده له، فهو هيروح الاوضه الغامقه دلوقتي. افضل عجبني ان دايما تفكيره في خط كامل كده للدنيا ممكن تمشي. بيفكر البعيد كتابه بالظبط، بيفكر البعيد وبيربط تركات كتير ببعض بطريقه ذكيه فشخ. نفسيه طالعه نازله مع الاسهم. نفسيه طالعه نازله مع الاسهم، عارف البورصه فاهم اللي هو عماله تطلع وتنزل مش مستقره. بعدين بيقول لك شهر اتنين اتقابلنا، شهر اتنين اتقابلنا حكايه انتهت بكده. في تراك شهر 12 هو قال شهر اتنين اتقابلنا امبارح قالت لي انا كرهتك واحنا تحت بيتك، فاللي هو الكلمه اللي نهايه الموضوع هي انا كرهتك. شهر 2 هو الميعاد اللي هم اتقابلوا فيه بالزبط. شهر 12 هم الميعاد اللي انتهوا فيه، فهو هنا بيقول شهر 2 اتقابلنا حكايه انتهت بكلمه. هو ما كانش قال ايه هي الكلمه، هو قال خلاص اللي هو احنا ما حددتش ان هي انتهت في شهر 12 تحديدا بالظبط. وجه في شهر 12 قال الكلمه اللي نهايه الحوار اللي هي انا كرهتك. شوف لي التراك ده نزل في شهر كام؟ ده نزل في عيد الحب بالظبط. اه فهو عدى سنه تقريبا على الحوار وهو لسه ما خدناش يعني. هو في فبراير اللي فات هم بداوا، وعدى مايو اللي فات حصل فيه حاجات، وديسمبر اللي فات حصل فيه حاجات، وهو في فبراير ده بيحكي فبراير اللي فات حصل فيه ايه، ولسه كمان شويه يحكي مايو وديسمبر اللي فات هيحصل فيه ايه. حكايه انتهت بكلمه، صورتها ورا جفني بتلزق من الاوضه الغامقه لسه صوت كلامها بيندق. صورتها ورا جفني بتلزق، انا حتى لو حاولت انام او حاولت اغمض عيني او حاولت اهرب هي جوه عيني، هفضل شايفها وهفضل افكر فيها. هناك في لوح مرميه هزت الموبايل على الفجريه، رقم غريب ما طلعش هي. هناك في لوح مرميه اللوح بتاعت بيكاسو، هو هزت الموبايل على الفجريه برضو كانت في شهر 12. هزه في الدماغ، هزه في ثقه النفس بتسبب ارتباك، رقم غريب ما طلعش هي اللي هو الموبايل اللي رن الفجر وانا جريت اجيبه، رقم غريب ما طلعش هي، وهيموت ويعرف هل هو تم استبداله. اه وهو مش بس مش عارف يلاقي اجابه، هو مش عارف يسال السؤال، والتراك بيخلص. التراك جامد فشخ، الاثنين دول حلوين فشخ. يلا خش على البتاع التاني. بتاع التاني ايه؟ ما خلاص خلاص ايه؟ لا احنا لسه في 5 و12 يا اسطى. انت هتحس بيا النهارده؟ اه شيت، طب هنعمل لكم جزء تاني من الكلام ده لازم نكمل ست شهور. لو عايزين قول لنا في الكومنتس. انا انبسطت، انا كنت بسمع اكتر الحلقه دي، بس انا فعلا عجباني القصه وعجبني التراكين، روحوا اسمعوهم، هحط لكم اللينك في الديسكربشن. ثانك يو، لايك وسبسكرايب وجرس التنبيهات، وخذوا راب سين على السوشيال ميديا، ونشوفكم الحلقه الجايه. بيس، باي باي. هنلد وهنعيد خلاص على الحديد، مين مستفيد؟ محتاجين شبابيك افتح.